دقايق وتسوون اللي قلت لكم عليه. اصلا خمس دقايق وتحالوا زين. فهمت انت ولا؟ السلام عليكم، مساكم الله بالخير، شلونكم؟ طيبين؟ الله يسلمك يا عمي ابو محمد. اوه الاستاذ فوزي هنا. ليش على دخلت على وجهك راح؟ ايش فيه؟ ليش تزعل؟ ليش مش جايته؟ مش نعاني اليوم؟ وين؟ ها؟ وين؟ وين؟ اسرك ما تدري وين جايته الحين انت؟ من الرياض. ليش ما اخذتني معكم؟ والله شوف احنا رايحين مكان محترم. الله يعني تبقى محترم. قصدك انت اجي تخليني اطلع انا عويدي ما اقعد الحز خليني اقعد من العصر. قلت لك احنا رايحين المحل محترم. وانا يعني محترم؟ لا محترم. لا تزعل مني، ما اقول عنك انك مو محترم. لا 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 اجل ايش قصدك اجل مكان محترم؟ ايش قصدك اجل؟ نص ونص يعني. ربع. واحنا عددنا خمسه. وجا منا ما تكفلنا خمسه اجل احنا تقول لي اجل تعال اجل تقول لي امشي. قص علي تخليني اجي اسالك عند بيتكم هناك اخر. واحنا عددنا خمسه. وجا منا ما تكفلنا خمسه اجل احنا تقول لي اجل تعال اجل تقول لي امشي. قص علي تخليني اجي اسالك عند بيتكم هناك اخر شيء تهدوني تمشوا. ما فهم كي والله ما فهم. اي كم يوم ما فهم. اسكت خلاص يفهمونك يفهمونك. هلا عمي بايلي شلونك؟ طيب شو اخبارك؟ عساك بخير. بس شوف يا مريضي ترى بتفكر بتعوق عليك وانا ما اتعوق عليك. تعال تعال وين بتروح تعال؟ لو اب عشان انا سحبت عليكم من البدايه ولا جيتك على بيتكم، بس غير هالمره اوعدك ولا اسحب عليك. تعال 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 تعال. عندك 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 ذي الحركه لا تعيد مره ثانيه. اسمع 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 تعال ابيك تعال 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 ابيك السيارة اليوم ما تشيل غير خمسة. قسما بالله اني جيت واسال زجران، حتى زجران ذا الدب وقف سيارته على الشارع ما قال لي يمش. مع حواجبك ذيل شنو الساعة 10 و10. تعال اقعد اقعد اقول لك اقول لك اقعد. اقعد. ايش تبي زين؟ اجد. عاجبك يعني مريض؟ نعم. قريب والله ما سويت شيء بس ان الثوب اليوم جديد منور. اول ثوب بس صليت اليوم؟ كل يوم اصلي صليت اليوم على اليوم كل يوم اصلي. صادح اليوم؟ ها؟ صادح؟ اي اي يمكن يسبح. وقايل لي انت يا النوري قبل ان كل يوم سبت يفتح يسبح. كل سبت. الله. كل ولد على وجهك كنت ياكل يوم انا اسف. رجعت البيت مفشلون حتى الفطر ما فطرت اليوم. قلت لهم فطر فطراني مريضي ما فطرت. تعال تعال دقيقه دقيقه شو مسوي فوزي اليوم؟ شو مسوي؟ ايش فيك؟ مسوي عملية تجميل. مريضي بخالي والله تبقى بدك اذر وجهك اليوم نفس الشيء بس يوم لا الخزن. اليوم اليوم في شيء متغير مستحلي. لا اسمع اسمع كل يوم اسمع على انت بلسانك قايل لنا واحنا في ابها ما تسبح لا في السبت بس لسانك انا اللي قلت كذب عليك شم مريض ما شاشم شاشم مجنون انت ماجي شاشم شم طالعك تقول شاشم وش اللي هاشم والله كل يوم شم الاريق عندك 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 شفيك 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 شفيكم صار عندك 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 شفيكم شفيك شفيكم 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 فيك محمد علي فيك ما تعرف يا دعامة شو اللي صاير شو اللي صاير ما اقدر اتكلم قسم بالله قسم بالله شو والله شيء فظيع ضحكنا عليكم شلون ضحكنا عليهم اخر واخر خليه يتعشى
وين ها؟ جاي من بكرتها دقيقة يعني انك لابد احنا ما نشوفك عن كبيرهم بعد هذه ماذا فكرتها؟ والله اللي قال لنا خل نسوي زين ونروح. هو كل شيء يقول لك الطاوع صح بعد ايش هو قال لي بعطيك هذه فرح صح بعد اسوي لك انا وكمل استحوا على وجهكم يا سويمي عقلوا يا سويمي والله من قسم بالله مو تستون رجاجيل يا سويمي شكل رجال عاد كلامه خلك سر انت اكبر واحد ترى فيهم مو تستون رجاجيل انتم مو تستون رجاجيل عيب عليكم استحوا على وجهكم فشلتونا ما فشلتونا انا ايش قايل لكم الف مره ما قلت لكم انتم جايين دوسوا على ابو محمد ليش ما دستوا عليه لا انت يا ابو محمد عجيب غريب ما شاء الله ليش عجيب غريب يا ابو محمد اغلب الشباب الان وكبار السن والامهات والنساء يحبون يصبغون شعرهم عن الشيب يحبون يغيرون لون الشعر خصوصا اذا جاء العيد زين جملان ايوه فيعانون من كل واحد ينصح الثاني بنوعية صبغ صح واللي يتحسس من ذا الصبغ واللي كل إضافة إلى ذا بارك الله بالخير اني أمك إذا جي العيد يا أخي فوزي بيصبغ الشنب واللحية والله يا فوزي إن البوية تطلع على خدودة تقول شارع مزفلة يشتغل يبا نشوف شغلنا نسوي دقيقة الصبق وريحة الصبق يعني الصبق استعماله يحتاج لواحد فنان أكيد. يعني كالعادة مثلا سامي الله يذكره بالخير لبشة خلى ابو محمد خلي يعرف شغله دقيقة اللي في وجهك اصبر وجيش حقا المثل ما قصت شنبك كيف لا حد لا نطلق على فهمك مريضي كيف ما مريضي وسمه بزي الكابوريا تجيبك كيف من ذا بتجيب كاب عن تجرن دويش لبس فوزي كيسه لبسه اصبر لبس كيسه عشان نعطيك بويه الحين لا اقول لك يا فوزي ما شفت سامي في العيد كل سنه في العيد صالق ايام العيد بس احنا صبغ هانك انت علمك يصبغ نص وجه وعلي بصير وجهي زي سامي لا ما بسوي والله يا فوزي في العيد سامي اقول لك اذا صرت مغتر محمد هذا المنتج عجيب لا يحتاج صبغ ولا شيء حطه بس في دورة المياه إذا جيت بتتروش بين فترة وأخرى تبي تصبغ شعرك هذا شامبو شعرك كله شنبك ما في شعر أول والله صدق يا محمد ما فيك شعر الله أسف المهم خلنا نتكلم يا جماعة الخير المنتج الله ربعنا حلوة والله أنا شوف أنا وصلت انا قلت لك تحيدك جنك جوحه ابي اخ قطه سمعت في حياتي لا ابو محمد لا والله القناه عندنا المزرعه ذي ما فيها واحد عاقل وبس لا انا ما فيه واحد عاقل الا انا وعمي ابو علي بس ابو علي لبسوا وبس يعانون من ريحه الصبغ وبعضهم عنده حساسيه من الصبغ جربوا هذا الشامبو 400 ملي طبعا يصلح للنساء وللرجال ميزته انه يغذي ويلون في خطوه واحده يعني يعني اثنين في واحد يغذي الشعر و... ما تلقي راسي كلك هنا علق اكثر منكم يميز هذا دقيقه بدويش اللي يميز هذا يا ابو محمد انه طبيعي بزيت الارغان والكولاجين طبعا الناس اللي هم مظهرهم يرطب الشعر ويعطيه لون خليه نابض بالحياه يعني يصير اخ بس لو يطلع بعد شعر كان شيء عادي بس ما يطلع شعر خليط الأرغان والكولاجين يساعد على استعادة لمعان الشعر الطبيعي ويعطيه ملمس ومرونة وأيضا قوة جربوه يا جماعة الخير مو بس صبغ منتج بطل وطريقته سهلة جدا أبو محمد الشماغ أشوف جماعة الخير مو بس صبغ منتج بطل وطريقته سهلة جدا أبو محمد الشماغ
اشوف اشوف لا لا شنو شنو عشان لا 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 ما عليك محمد دقيقه عاد اشوف دقيقه عاد محمد دقيقه عاد دقيقه عاد دقيقه عاد كان الله عندك حقت مصمد اسمع شوف طقيتك ما في شعار محمد هلا على كم البطيخه اليوم لا لا محمد لا 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 محمد بطيخ براسك بطيخ دويش 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 هاي ابو تفحك شطت الحلوه اللي طلع عليها شعر ابيض ثلاثة بدويش مد طريقته سهله جدا كيف تغسل شعرك بالشامبو حلو شعر بس كذا ايه هو شامبو بس ميزته انه يصبغ الشعر ما شاء الله فوق ليش تحط له فوق؟ لو طلع لك شعر شو اسوي؟ انت انت بدويش رتب عمي ابو محمد عادل بدويش خلي من قلب من قلب من قلب ادعك ادعك الشنب اي اي دقيقه يصير صحيح يصير شنبو لا شنبو دقيقه بس دقيقه يلا ضبط ضبط فوزي اضبط فوزي ضبطه بس ايش فوق ما يحتاج ما في شعر فوزي بس اللحيه بس اللحيه ضبط له اللحيه سمسم بضبط فوزي اضبط فوزي ضبطه بس ايش فوق ما يحتاج ما في شعر فوزي بس اللحيه بس اللحيه ضبط له اللحيه سمسم عمي بعد ما يحتاج ايه يلا يلا لا لا مش انا اقرع والله يطنز ايش دعوه اللي يطنز الحين شعرك لا ركبتك اشوفك ضبطه عمي ابو علي ضبطه ضبطه شوف دلينا بناخذهم ويانا ان شاء الله لسفرنا قريب العيد عشان ما لحقت شيء مريض ناكل ناكل المكان اللي بنسافر فيه بالعيد ما لحقت شيء ايه ما لحقت شيء بالثلاثه ذيلي ايه كلهم من شركه واحده نعم الاسود سمسم عمي ابو علي عمي ابو علي شو اسمه البني تبي بني؟ طبعا يا جماعه الخير هذه معلومه في اسود وفي بني انا ايلون زي ما بالصبغ ايش تسوي ذا؟ ودويش ترى ما ضبطت ابو محمد وفوزي عدل ما ضبطناه لحيته لحيته ضبط لحيته لا بس لا لا لحيته لحيتك وين هذا عطنا عطنا عطني 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 ابو علي ايش فيك؟ ايش فيك ابو علي بتصبغ الشفايف مريض تسوي خلطه شوف شوف هناك شوف هناك تسوي خلطه لا لا ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج ما يحتاج ابو محمد 10 دقائق وتغسله ترى 10 دقائق وتغسله والله ضحك على وجهي خلك خلك يا زجران رتبه خالك رتبه خالك ما في شعر ابو دويش بجد ما في شعر شو تسوي يا ابو دويش لا انا قلت لك اذا طلع يصير اسود طلع الحين ما في ابو دويش قام له ابو محمد بالعقال قام لهم بالعقال دقيقة وقف اصبر تعديله تعديله تعرف حق الاخوة قاعد تسوي حق فوزي اللي ما يستاهل شيء وهد اخوك ما يستاهل تعال لاخوك تعال لاخوك تعال لاخوك ضبط اخوك ضبط اخوك ضبط اخوك ضبط اخوك تعال تعال ضبطوا سامي يا ابو دويس ضبطوا سامي ترى عزيز وغالي لا تعطيه كذا سوي له امسك خده كذا وجيبه كذا بعدين هي اكمل اي ايوه ما يعرف ذا قايل لك ما يعرف العاده كل سنه انت في العيد تصبغ وجهك كامل اقول لك ما اصبغ وجهي كامل واقول لك احترم ناسك لا اسوي لك مثل ما سويت ذا الحين ان شاء الله ان شاء الله صارت لهنا باقي يستاهل 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 سمسم يستاهل ما يصلح انت واقف خلاص لا عندك عندك تعوذ ابليس تعوذ ابليس سمسم لا لا سمسم لا لا طالع يصبخ وجهه اللي بيصبخ كذا اللي بيصبخ ما ضل ماسك كتف تقول يا امي خلاص شو تحطي على ركبتك؟ انت حط راسك ابوك حط على ركبتك راسي ليش فيك؟ لا على بالي ركبتك زودنا زودنا دقيقة قسم بالله من اقوى القطات
اللي سمعته بحياتي. دقيقة محمد والله صدق انها ركبة. لا 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 والله شعاره تجيبها من شان ابو محمد بنيه شنبه اي شنو خلت شذا بعد ما تشغل شقاق دقيقه كل شعاره من شان ابو محمد انا حطها على الاكل كل شعاره صارت بالمون هذا مو معقوله صهج اي خل خل خمس بصير اشقر بصير اشقر اي دقيقة لأن صرت نملة. كم تعرف؟ نملة. 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 بسم الله عليك دوار دوار بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك يا حبيبي بسم الله عليك بسم الله عليك جيران بالصباغ له باللون الاسود عشان تشوفون جماعه الخير في اسود وفي بني على كيف زبط زجران وانت زبط النوري هلا فوزي هذا فوزي صبغناه بالبني انتوا كيف لو تلاحظون بالنسبه اقول لك ادعس وطق طق يلا 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 ضبطوا بكيان ضبطوا ضبطوا اللون الاسود ذا؟ اي الاسود عمي ابو علي والله صبغ يا ابو علي ما شاء الله تبارك انزين سؤال الحين انت عاجبك كذا ولا تبي نسوي لك اسود كامل؟ لازم كذا اشقر 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 اي تبي اشقر تبي اسود موجود الاسود زبطونك الشباب ابو علي ثقلت العيار يا ابو علي سويته اسود قوي حيل اشقر اشقر اي اشقر زي سويمي لا جي يصبغ يوم العيد مصيبه يستوي وجهه تقول مصبوغ والله فيك شيب والله واجد ولا شوي شوي بس ضبطه ضبطه زجر انا اشوف انت فيك شيب انا بدون اشوف حطك سفره عشان ثوبك ما انت على الخفيف شيب كم واحد انت ويا بيله يا بيله مالي يا بيله تعال مني تعال اصبر اصبر يلا يلا ابو كيهان يلا يلا بنرجعك شباب يا ابو كيهان شفتوا شعر زجران شفتوا كيف شفتوا؟ يعني اللون ما يكون اسود داكن شفتوا كيف؟ شفتوا كيف صبغ يا جماعه الخير كانه طبيعي ما كانه مصبوغ صبغ اي بس الان شيكم انت؟ ما بينا شيء تبي صبغ ولا ما صبغ؟ ما ناقصه جنور والله بس والله حلو يا بعد حلو ان اللون طبيعي ما تحط عرض كنا رصيف بيتنا اذا طرف زوليه لا ما بكذا كنا في مسلسل العصوف هني توي اتوغازل عقب هالمشوار ما لي طريقه لمع الدايري والدايري ما شاء الله فل وخلطه الطروح نسينا ولو جيت مخرج 13 خذ لك غفوه هو اللي صار عندك مشوار خاصه شمال الرياض ها هذا يومك كله راح لا انا ما ادري هالبرد اللي جانا لا هو اللي عازم يصير بارد ولا هو اللي ما ادري الحين ودي اجيب الدفايه بردان ودي اشب ضوء واقول ذا البرد اخدي ما يطول يلا جانا ما ادري وشو قايل البرد اللي جانا ذا جاي بسكات ما ندري هو يعزم يقعد له اسبوعين ها رجع شتوي وتدفى وكل انه يروح ما اني غريب الحين شغلتنا شغله يا اما دخلوا التيس جبرت طلعوا التيس حر ما امسكنا جاده يا اما ندخله داخل يصير بارد عليه برا ومن شوية هالجو طلعوا برا بالحوش لين الله يجيب لا أحد يفكنا منه بس ما ضبط معنا ماشي مثل ما قلت لكم ذي المزرعة ولا حوش كبير ولا والله وش ملح يصلح للأطفال وراه الأمور زعلان وشيت حبيبي تقرأت بس مراني صوت شرطة الأطفال شرطة الأطفال اللي بجواله وانتي صدقتي أنا مرة أخاف من أصواتهم هذه خرابيط اللي الجوال اللي وش قالت وش قالت يوم كله وش قال
قال حنا شرطة الأطفال. أيوه؟ في طفل ولا ولد ولا بنت. أيوه؟ ما يسمعون الكلام. توقع وش قال باسم؟ وش قال باسم؟ قال باسم إي في بنت ما تسمع الكلام وأنا شاطرة بالمدرسة وأسمع كلام أمي. وهو قال لي بس عشان أشيل صحونة وغسلهم أنا. هو قال تصدمه. إيه ويبي يغوصني بعد. الحين أنا ديهانة وعاقب أهلت ها؟ طب يبا أنا مرة أخاف منهم. كيف يعني أنت ما تخاف؟ لا خربيط وأنا أموت في الجوال. لا تصدقين هذا هذا الحين. يلا تستاهلي الهدية. توتي تعالي نشوف هذه هدية لك اليوم. يلا ها وخلاص هذا الدوخ عليه هذا. أنا ما أدري وش هذا المليط اللي هو أسطح. هذا شوي اللي تاكل قرطاسة معه. يا زين الدفا يا زين الدفا يتومت فينا. أجلس أروح للزلفي بكرة. ما أدري أخذ شتويق ولا صيفي. قد نسألهم هناك. يلا كولي من هالبلد اللي ما أدري شو حطين اللتبة. خلاص كولي نظري عندك. كل مرة توهق يوم رحلت أبوك أخذين شتوي وبيجامات. يوم تفقشت ولا والله حر. خذي خذي يلا 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 خذي من هالمليط. هذا يقولون له هدية. لك ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظ لك بعد عمري. إياتي وأشواقي وأقوى عروضات راح تشوفونها من المولود إلين سن 12 سنة. من المواليد ل 12 سنة أقوى عروضات. شيء بنصف السعر وشيء أقل من نصف السعر وشيء أقل حتى من سعر التكلفة. أقل من رأس المال. في شيء قاعدين يبيعونه بخسارة لكن الخسارة في الأعمار مثل ما يقولون. شنو فساتين شبهيات أطقم مفارش أسرة رضعات مصاصات كل حاجة. ما شاء الله يوم يا حليل يوم يا حليلة. يهز بعد السرير يوم يا حليلة. حطي لها العاب ما شاء الله. أهلا حليلة الهولة تهبلي. لا ولا دريشي بعد تطل عليه من الجام. ما شاء الله يحليها الولد. قمر 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 ما شاء الله ما شاء الله. غي غي تاتا تاتا بابا يحليلة. ما دي من دي ولد. شفيه ولدكم. اجل هون جاي ناخذ له تفصال. يو مسكين ما ادري ما ادري انا ادري. يو ايش في ايش في قام يصيح مسكين. ايش في يو تصدق على الكام بس يا عندين يا حط اي ذبه صوت جاهل امسك شرها علي اني جاي. جاي اسوي لكم انا اخر مره. المهم يا جماعه اقوى عروضات صدقوني. اقوى 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 عروضات. شيء بنصف السعر وشيء اقل من التكلفه. ما ادري منين ابتدي لكم. وشرط تركي قطن 100%. أول ما نبتدي لكم يا جماعة في التيشيرتات. في ولادي وفي بناتي من 6 شهور إلى 4 سنوات. تخيل بكم. على فكرة قطن 100%. وتركي افتح 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 افتح. قطن قطن قطن
غطين إيه قطن 100% تركي افتح تخيل بكم تخيل بكم الحب ب17 ريال ما خلصن لا تنصدم وفوقها الثاني مجانا يعني حبتين 17 يعني الحب تطلع لك أقل من 9 ريال أقل من 9 ريال الحب تركي 100% تعال على شرط يضمنونها إن شرط ما تنفط وإذا نفطت تعال خذ بدل واحدة 4 نعم تركي 100% تخيل حبتين ب17 ريال مواليد من 6 شهور إلى 4 سنوات شرط الله تبارك الرحمن هذا كله كله حبتين فقط ب17 ريال وضمان ضمان يقول لك ما ينفط لا نفط تعال خذ 4 بدالهم حبتين ب17 ريال قطن 100% تركي عرفت هذا الولادي هذا الولادي البناتي نفس الشيء ثنتين ب17 ريال فقط لا غير عطنا فلفلي عطنا اللي بعده ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن عطنا دي اشوف دي اللي فيه الشاشة ما شو اسمه تخيل دي حبتين ب17 ريال ويضمنونها لكم ما تنفط تركي 100% قطن حبتين ب17 ريال بلاش لقيت لكم اقل من سعر التكلفة نعم فلها كامل هذا هي اقل من سعر التكلفة ما شاء الله تبارك الرحمن بنجيكم في الفساتين والشاي خيال هي الهزين ذي كله ما شاء الله تبارك الرحمن الفساتين للمناسبات للأعياد للأفراح شيء ناعم شيء نفنوف من سنة إلى 12 سنة تتوقعون بكم على كم مسويهم موحد السعر فقط ب40 ريال أي فستان تبيه تخيل يعني ذي شوف الفستان ده حق 12 سنة بس ب40 ريال يا عالم هذا بس ما شاء الله تبارك الرحمن بس ب40 ريال فقط كل على 40 ريال شيء ناعم وشيء نفنوف شفته ما شاء الله ما شاء الله